و750 مللي لبن، 3 ارباع لتر لبن، و3 ابيض بيض، و2 جرام ملح، وبعد كده الفرن يكون ظبطه على درجه حراره 175. اقول تاني المقادير؟ نقول تاني: 660 جرام دقيق، 5 جرام ملح، 20 جرام بيكنج باودر، 180 جرام زبده، 120 جبنه ريكفورد قطع، 90 جرام سبانخ، وعندي زي ما انت شايفه كده قدامك 40 جرام بقدونس، و90 جرام بصل اخضر، و3 اصفر بيض، و3 ارباع لتر لبن، وعندنا 3 ابيض بيض مع 2 جرام من الملح. تعالوا نشوف هنعمل اول حاجه ايه. اول حاجه عندي عشان اعمل السكونز اظبط الفرن على درجه حراره 170 عشان ساعه ما يخش السكونز ينجح عندي. اول خطوه هاخد معلقه صغيره من الزبده من 180 احطها على النار، وبعد كده احط البصل الاخضر يا دوبك تسيع عندي، احط عليها البصل الاخضر اطريه. في الاثناء دي هعمل ايه؟ هحط 660 جرام دقيق على المكنه، واحط الملح، واحط البيكنج باودر وامكسهم. يبقى انا حطيت الدقيق والملح والبيكنج باودر وامكسهم على السرعه الاولى. اول ده اول خطوه عندي، وبعد كده هبدا اشغلها على السرعه الاولى. ارجع هنا تاني للزبده والبصل الاخضر ادبلهم مع بعض، واحده واحده ماشيه معاكي خطواتك اهو، يدبلوا مع بعض يا جمالك يا حسن يا تكات، واحده واحده ماشيه معاكي. دبل عندي البصل الاخضر، اول ما يدبل عندي البصل الاخضر اروح جايه منزله السبانخ، ال 90 جرام سبانخ اهو مقطعهم قطع صغيره، وادبلهم مع بعض يا دوبك ياخدوا طعم البصل الاخضر وطعم الزبده ويشموا الحراره، هيدبلوا على طول. اول ما يتبلوا عندي على طول اهو اروح عامله ايه كده اهو، وهم خضر كده يتبلوا كده اهو بس بسيط، اروح جاي شايلهم كده. تعالوا هنا بقى نشوف الاخبار ايه. الدقيق، بعد ما حطيت الدقيق والملح والبيكنج باودر احط الزبده قطع عشان اعمل كرامبل. واحده واحده الزبده قطع اهو، بقيت ال 180 جرام احطها قطع كده عشان اعمل ايه؟ كرامبل. واحدة واحدة معاكي اهو ماشية معاكي، أعلي عليها شوية أعمل قطع كرامبل. بعد كده أحط البقدونس معايا، وبعد كده عندي ثلاثة أبيض بيض أحطهم في الميكسر التاني، الثلاثة أبيض بيض أحطهم في الميكسر التاني عشان يعملوا إيه؟ أدي الميكسر التاني أهو، وأحط فيه ذرة ملح، أحط فيه ذرة ملح وأعلي عليه عشان أعمل مارينج. ذرة الملح مع واحدة واحدة اهو عليت عندك. ارجع تاني هنا للدقيق والبيكنج باودر والملح والزبدة والبقدونس. بعد كده عندي ثلاثة اصفر بيض، ادي ثلاثة اصفر بيض اهم لوحديهم، الثلاثة اصفر بيض اللي انا فصلتهم عن الثلاثة ابيض بيض انزلهم على الخليط ده كده كلهم مرة واحدة، واحدة واحدة ماشية معاك اهو. الخليط عمل كرامبل زي ما انت شايفة كده قدامك اهو، والابيض بيض في البيض شغال. اروح جايه عامله ستوب ومنزله كل عندي هنا. اول حاجه الجناب دي، الزبده اللي موجوده على الجناب دي عشان اتاكد الخليط بتاعي كله متجانس، احط الجبنه الروكفورد، ادي الجبنه الروكفورد، احط السبانخ اللي انا دب، اي نوع من انواع الجبنه انت بتحبيها تقدري تحطيها لو ما عندكيش روكفورد، ونحط السبانخ اللي احنا مدبرينها في البصل الاخضر ومعلقه زبده نحطهم مع بعض، وبعد كده هنمكسهم. يبقى فاضل عندي ايه؟ اللبن. واحده واحده اهو اجيب الثلاث ارباع لتر لبن، واحده واحده بقى بعد ما اتمكست كلها كده اروح جايب ثلاث ارباع لتر اللبن انزل بيه عليه كده، وعندي المارنج عالي. واحده واحده بقى عندي عجينه مقفوله، واحده واحده العجينه هتفتح معايا. العجينه دي عباره عن ايه؟ 660 جرام دقيق، 5 جرام ملح، 20 جرام بيكنج باودر، 180 جرام من الزبده، 50 جرام بقدونس، وبعد كده خدت معلقه من الزبده دبلت فيها 60 جرام بصل اخضر، 90 جرام من الايه السبانخ، وجبتهم ضفتهم تاني. بعد كده حطيت 3 اصفر بيض، وحطيت الجبنه الريكفورد، وبعد كده ضفت عليه 3 ارباع لتر لبن. قدامك الخليط اهو، واحده واحده ماشيه معاكي وتجانس معاكي، وبعد كده هضيف له الابيض بيض المارنج اللي احنا عاملينه بعد العجينه ما تتجانس عندي وتبقى زي الفل. العجينه خلاص بدات تتجانس عندك، عندي سيليكون بانواعه ابدا احطه في السيليكون
وعندي السلك الثاني يا محمد اللي ورا، ادي السيليكون بتاعي اللي انا هسوي فيه او اقدر اقطعه بمعلقه الايس كريم او بمعلقه عاديه. يبقى عندي اول خطوه هدخله في السيليكون او هقطعه بمعلقه الايس كريم. يا مرام مساء الخير يا فندم. بتشوف تحت امرك يا فندم. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ قول لي بوني يا عروستنا. عايز اعرف طريقه المكرونه البشاميل. حاجه ثانيه يا حبيبتي؟ حاجه ثانيه غير المكرونه فرن؟ تحت امر حضرتك. الخليط تجانس عندي وتاكد ان بقى متجانس عندي، هروح عامله ايه؟ ستوب، اكد اتمكسه كده واروح عامله ستوب في الميكسر، واروح جايه واخده كل الخليط واحده واحده ماشيه معاك اهو، واجيب المارنج بتاعي اللي هو ثلاثه ابيض بيض وذره ملح بقى مارنج، اروح عامله ستوب واروح جايه واخداه كله المارنج هضيفه على الخليط بتاعي. يا جمالك يا حسن صباح الفل. اجيب الخليط بتاعي اهو، اروح جايه واخده المارنج واقلبه من تحت لفوق. ليه؟ عشان الهواء اللي انا حصلت عليه نتيجه الخفق ما طلعوش واحده واحده. نزلت المارنج بتاعي اهو قدامك واحده واحده ماشيه معاك الخطوات، واقلب من تحت لفوق. يا جمالك يا حسني صح كده، واحده واحده ماشيه معاك الخطوات اهي، الخليط بقى متجانس واحده 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 واحده. فرنك مظبوط على درجه حراره 170، الاسكونزي ده هيقعد قد ايه يا عم حسن؟ 25 دقيقة وتطلعيه وتاكليه وتدعينا. الاسكونز الحادق غير ده خالص، الحلو ده غير ده خالص، عشان تبقى عارفين نوع اسكونز. اسكونز من الاسكونز الحلو اللي هو الانجليزي، الاسكونز الانجليزي بتاع الفطار اللي بيتقدم مع المربى والقشطة، وده اسكونز حادق زي ما انت شايفة كده. تعالوا بعد كده هنعمل ايه؟ هنبدأ ان ايه؟ اول حاجة هبدأ اقطعه بمعلقة جوه السيليكون بتاع. عندي السيليكون كتير، ادي السيليكون عندي اهو زي ما انت شايفه. ابدأي عبيه في السيليكون عشان تدخليه الفرن، او تقطعيه بمعلقه الايس كريم على سيليكون او على ورقه زبده او على صاج مدهون ماده دهنيه ومتبطن دي عشان ما يلزقش. يعني ما عندكيش ورق زبده، بطني الصاج بماده دهنيه وبطنيها بدقيق ونفضيها كويس وقطعي عليه زي ما انت شايفه كده. زي ما انت شايفه كده الخليط كله قدامك اهو، واحده واحده اهو تبداي تعبيها. تلتين الفورم عشان البيكنج باودر والمارنج ماده رافعه مع الاصفر بيض ماده رافعه، خدي بالك. فانت تبداي تعبي تلتينها بالشكل الجميل ده كده، وبعد كده هنعبي الصغير واحده واحده اهوت، وبعد كده هنقطع بمعلقه الايس كريم. تقدري ناخد كيس صغير ونعبي بيه، كيس صغير اهوت ونعبي بيه الخليط اهو، وابدا اقطعه جوه السيليكون بتاعي، او تقدري تعمليه فورمه كبيره. لو عندك فورمه كبيره تعمليه فورمه كبيره، فورمه صغيره تعمليه فورمه صغيره، زي ما انت عايزه تعملي المقاسات بتاعتك. هنحقن اهو واحده واحده عشان نعبيه بالشكل ده، تلتين الفورمه، واللي هي صغيره تقدري زي ما انت شايفه كده اهو واحدة واحدة. وبعد كده هندخله الفرن على درجة حرارة كام؟ على درجة حرارة 170 175 لمدة 25 دقيقة. بنقول لكل سادة مشاهدينا ادي جاهز عندي الفرن بالشكل ده، ندخله الفرن على درجة الحرارة 175 لمدة 25 دقيقة. تقدري تقطعي بمعلقة الايس كريم بالشكل ده اهو، تاخديه كده عشوائي، تحطيه عشوائي كده اهو عشان يطلع عندك عشوائي زي ما انت شايفه كده. تقدري تقطعيه عشوائي بالشكل ده وتقدميه عشوائي زي الكوكيز كده بالظبط، او تقدري تحطيه في سيليكون. بنقول لكل ساده مرور 25 دقيقه عليه طالع عامل ازاي. انا عامل صغير وعامل وسط وعامل كبير، تقدري تعملي اللي انت عايزاه بكل تفاصيلك وحركاتك وتكاتك. تعالي